بولاية مستغانم وبالتحديد بمدرسة سطال الجلالي انطلقت عملية التصويت للرئاسيات، أين تم استقبال المنتخبين في المكاتب الثمانية وسط أجواء هادئة. الواجب تاعنا حقوق تاعنا، والله جبنا واش تأخير يقوم الجزائر بولادنا ولهنا. جوفوتو إن شاء الله، ترك عليهم إن شاء الله على الشباب. المواطنون الذين أدلوا بأصواتهم خلال أولى الساعات من يوم الاقتراع كلهم أمل في مستقبل جديد للجزائر يضمن استقرار الوطن وأمنه. وإذا باش غدوة هو في المستقبل يسوق لها البلاد إن شاء الله، إذا ربي يجي يفوطني معي هاك. الحمد لله مزيان جاب هذا الفوطة، إن شاء الله يكون سالم، وماذا بينا الرئيس يكون سوق البلاد، وإحنا ماذا بينا استقرار، وماذا بينا نتفاهموا. بلدية ماسرة 10 كيلومتر جنوب الولاية شهدت توافدا لقاطنيها منذ أولى الساعات على أن تستمر عملية الاقتراع إلى غاية السابعة مساءً.